أنا تلميذكم المحب لكم الدكتور عبد الله الحبشي، ولي يا سيدي يعني سؤال حيرني كثيرا وإن كان يبدو جوابه بسيطا عند كثير من الناس، وهو ما سر الارتباط بين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة على سيدنا إبراهيم سلام الله عليه وعلى جميع الأنبياء؟ لأنه إن قيل إنه من ذرية إبراهيم، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، فكل الأنبياء من ذرية إبراهيم، وإن قيل هو على ملة إبراهيم فكل الأنبياء على ملة إبراهيم، فأي ارتباط، ما هو وجه الارتباط الحقيقي بين، لماذا لا نصلي على رسول الله ثم نقول كما صليت على نوح ولا على يونس ولا نعم، على واضح دكتور. عيسى نعم، ولا وهذا هو سؤالي، جزاكم الله بارك الله خيرا فيك وبارك دكتور. الله فيكم. جزاك الله خير دكتور عبد الله على محبتك وعلى تواضعك أن يسأل مثلك مثلي. وأما الجواب فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن الله عز وجل ذكر عن خليله إبراهيم أنه قال كما أخبر الله في سورة الصف في سورة الصفات في سورة الشعراء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. اجعل لي لسان صدق أي اجعل لي ذكرا في الناس. فالله عز وجل حقق رغبة إبراهيم في أن جعل له لسان صدق. فعندما نقول نحن في صلاتنا الإبراهيمية على نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا ذكر لإبراهيم، ولهذا انقدح في ذهنك كما انقدح في ذهن الكثيرين هذا السؤال، فهذا رفع لإبراهيم أنه يذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب الله دعوة خليله إبراهيم بأن جعلنا نصلي على محمد كما صلينا على إبراهيم، هذا وجه. ومن الوجه الثاني متعلق به أيضا، وهو أن الله عز وجل أعطى نبينا عليه السلام ما أعطاه الأنبياء، فما تفرق في الأنبياء جمعه الله عز وجل في نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما صلي عليه فالله عز وجل أعطى الصلاة نفسها لخليله محمد بن عبد الله وحبيبه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فاجتمع أمران: أعطي محمد بن عبد الله ما أعطي إياه أباه إبراهيم أباه إبراهيم، وأصبح إبراهيم يذكر إجابة لدعوته لما قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فجعل الله له لسان صدق في الآخرين، فلا يذكر إلا بخير صلوات الله وسلامه عليه والعلم عند الله. بقيت مسألة وأنت الآن أتيت بالباب، وهي أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دكتور عبد الله كما تعلم من أعظم القربات وأجل الطاعات، يعني تعبدنا الله بها: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وتتأكد ليلة الجمعة ويومها. لكن ينبغي أن يعلم أن المواضع التي يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون مواطن إجلال. فنحن نرى نسمع يعني يبلغنا كما يبلغ غيرنا أن بعض الإخوة الذين لهم عناية بالرياضة ويأتون مدرجات الملاعب، فربما يكون في بعض أهازيجهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحق ديانة أن هذه المواضع ليست مواضع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من وجهين. الوجه الأول، تقرر عند فقهاء المالكية أن وضع أن حالة الاشتهار، حالة الاشتهار زي عند البيع أو عند العرس، هذه لا يصح فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام إجلال وكرامة، فلا يصح في الملاعب وأمثالها أن يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وتصبح نوعا من الأهازيج المعلنة التي يسمعها كل أحد. فمقامه صلى الله عليه وسلم عند ربه أرفع من أن يقال بمثل هذه الطريقة، وليس بذلك نقص لهؤلاء الجماهير، الله أعلم بمن هو أقرب لديه والله أعلم بحالنا، نحن كلنا تعترين الذنوب والخطايا، لكن أنا أتكلم عن المقام. فليس هذا المقام، ليست مدرجات الملاعب مقاما يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم علانية بالطبول وأشبه ذلك والأهازيج، وفي مواضع لعب أو في مواضع يسمى عند الفقهاء بمواضع الاشتهار. فالعلماء يقولون مواضع العطاس، مواضع الجماع الرجل مع امرأته، مواضع ذبح الشاه التذكية، ومواضع العثرة، مواضع الاشتهار كما قلنا، مواضع العجب، ومع الدواء ثمانية، هذه مواضع لا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، بس لكل حالة مانع.
فمقام الذبح لا يذكر فيه إلا الله، بسم الله والله أكبر، حتى لا يشرك مع الله عز وجل ولو من طرف خفي غيره. وكذلك مواضع العطاس هو صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ماذا يقولون مرارا، ولم يقل فيها يوما من الدهر صلوا علي، لكن يبقى الصلاة عليه كما بينا من أعظم القربات، وكفاه قوله وكفانا قوله عليه السلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والعلم عند الله.